هل تعرف لماذا ينطق الطفل كلمة بابا قبل كلمة ماما؟ يكون والدا الطفل في العادة أول من يلاحظ أن ابنهما صار ينطق كلمة بابا قبل تعلم نطق مقابلتها ماما. والحقيقة أن هناك سرا وراء نطق الأطفال حديثي الولادة الكلمة الأولى قبل الثانية. سنستعرض في هذا الفيديو المترجم آراء باحثين من جامعة كولومبيا البريطانية، هما جينيفر كامبل وجانيت فولكر، وهي كندية متخصصة في علم النفس التربوي. وتجدر الإشارة في البداية إلى أننا مطالبون بأن نعرف أن أطفالنا قبل بلوغهم شهرهم السادس لن يكونوا قادرين على نطق أي كلمة ولو كانت مجرد تمتمة ذات معنى. فقبل هذه المرحلة يعجز الأطفال عن ربط الكلام بالشخص، وكما يستطيع الطفل بعد نصف عام من عمره ربط كلمة بابا بأبيه، فإنه قادر بالقدر نفسه على ربط كلمة ماما بأمه. ويعجز الطفل في الفترة بين 6 شهور وسنة يكون عاجزا عن تطوير رصيده اللغوي طبعا، وسيسمع منه والداه في هذه الفترة في الغالب كلمتي ماما وبابا فقط. وإن كان حسب الإحصائيات سينطق في الغالب كلمة بابا قبل ماما، ورغم أن هذا الأمر لم تثبته تجربة علمية، ولكن لماذا ينطق الطفل كلمة بابا أولا؟ وفق الباحثة جانيت ويلكر، فإنه رغم أن الوقت الذي يقضيه الطفل مع أمه أطول بكثير من الذي يقضيه مع والده، فإنه يتعلم كلمة بابا أولا. وفسرت جانيت ويلكر بأنه رغم أن الأم تركز في هذه الفترة على تلقين الطفل كلمة ماما، فإنها تشرع بعد حضور الأب في ترديد كلمة بابا لتنبيه الطفل إلى حضوره. وهذه العادة التي تقوم بها الكثير من الأمهات هي ما يدفع الطفل بالدرجة الأولى إلى نطق بابا قبل ماما، لأنه يسمع ويرى ردة الفعل فيتعلم الكلمة بكيفية أسرع. ومن جانبها أنجزت جينيفر كومبل بحثا خاص بها على 40 طفلا تبلغ أعمارهم 6 شهور تقريبا لتحديد سبب نطقهم كلمة بابا قبل ماما. وكانت كامبل تعرض لهؤلاء الأطفال صورا للأم وأخرى للأب، ولاحظت أن الطفل في الغالب ينادي أباه بكلمة بابا قبل أن يقول ماما. وفي نهاية هذا الفيديو نتمنى أن نكون قد قدمنا ما هو مفيد للقراء بخصوص الأسباب وراء نطق الطفل لكلمته الأولى.